الثانية اللي قائنا كيتجدد فيها مع الدكتورة العزيزة علينا، دكتورة فدوى السعداني المعالجة النفسية والجنسية. من خلال البرنامج ديالكم حديث ومغزل كنحاولوا كل يوم أربعاء نتطرقوا الموضوع اللي عنده علاقة بالصحة النفسية، بتوازن النفسي ديال المرأة، ولكن أيضا بمواضيع اللي كتهم على الصحة الجنسية ديالك. وكيف كنا سمعنا من هذه أسابيع كان سؤال عنا اللي تطرح واللي فهمنا من خلاله وتوصلت من بعد منه طلبات كثيرة من عندكم توم مستمعتنا، على أننا نخصو حصة مع الدكتورة فدوى للحديث على الأمراض المنقولة جنسيا، ليزيستي أو تعفنات ليزانفكسيون سيكسوالمون ترانسميسيبل أو لي تعفنات المنقولة جنسيا اللي ممكن اليوم أي مرأة تصاب بها. بغينا نعرفو شنو هي هاد الأمراض، بغينا نعرفو كيفاش الإنسان كيتصاب بها، واش هي معدية، وفي حالة ما إلى المرأة لقات أنه عندها واحد من هاد الأمراض أو هاد التعفنات كيفاش غادي تعمل معها. فإلا كنتي لالا اليوم كتعيشي هاد الوضعية، عاودي لينا كيفاش انتي والزوج ديالك، واش اتفقتي انتي وياه، واش بغى يمشي للطبيب. بزاف السيدات اللي كتبوا لي تيقولوا لي راه ملي كنلقاو المرض الزوج ما كيبغيش تيمشي للطبيب، تيقول لك انا ما عندي والو. ففي هاد الحالة فعلا السؤال مطروح هو كيفاش غتصرف هاد الزوجة وكيفاش غدير هاد السيدة. دكتورة فدوى السعداني صباح الفل والياسمين. صباح الخير سناء، صباح الخير لكم كاملين والمستمعات اصوات ومستمعين اصوات كلهم. لاباس عليك؟ الحمد لله. هذا الموضوع مهم كتير. احنا ما بقيناش بعاد على شهر دجنبير اللي فيه العالم كيوقف وكيحيي ربما اليوم العالمي لمحاربة السيدة. والسيدة هو واحد من هذه الأمراض اللي احنا اليوم غادي نتكلموا عليها. هذه الأمراض شنو هي بداية؟ هاد الأمراض هي أمراض كيف ما قلتي تعفنية، يعني انفكسيوز، أمراض اللي كتنقل جنسيا من شخص إلى آخر، كتدوز على في إطار العلاقة الجنسية. كاين اللي كتدوز غير بالدم، يعني كتدوز حتى كيتلاقى الدم مع الدم، كاين اللي كتدوز حتى باللعاب أو بال يعني الكونتاكت مع الجلدة. هاد الأمراض التعفنية هي كتقيس في غالبية الوقت المنطقة الجنسية، ولكن ماشي ديما. بحال مثلا إلا خدينا الفيروس ديال السيدة اللي كيعطي مرض السيدة اللي هو الفياش، هذاك الفيروس ما كيعطيش بالضرورة مشاكل في المنطقة الجنسية، ولكن هو متنقل جنسيا، غير هو غادي يعطينا أعراض أخرى في المناعة إلى آخره. وكاين اللي هي خاصة في المنطقة الجنسية، عندنا واحد العدد ديال الميكروبات، واحد العدد ديال الطفيليات، واحد العدد الفيروسات، بكتيريات وفيروسات وطفيليات، تقريبا واحد 8 هي اللي كتعطينا الأغلبية ديال الأمراض المتنقلة جنسيا. عندنا بكتيريات، كاين الغونوري، كاين عندنا الزهري اللي كنعيطوا له حنا في المغرب النوار، كاين عندنا واحد البكتيريا أخرى معروفة خاصة عند النساء اللي كيعانيوا من العقم. بعض المرات كيلقاو بلي راه هذيك البكتيريا هي اللي دارت لهم العقم، هي اللي سببت العقم، الكلاميديا. كاين عندنا واحد طفيلية سميتها تريكوم، عندنا واحد ربعه الفيروسات اللي هما معروفين بزاف، اللي معروف بزاف كثير وكيهضروا عليه الناس هو السيدة، لان دارت مجهودات كبيره باش الناس تعرف شنو هو السيدة. ولكن كاين فيروسات اخرين اللي الناس ما كترد لهاش البال، بحال مثلا كاين الفيروس اللي هو بحال الشكل ديال السخانه اللي كترتق لنا في الفم، ولكن هو نوع اخر اللي كنسميوه هو الفيروس، هو الاخباس، ولكن من النوع الثاني اللي كيقيس المناطق الجنسيه وكيعطي الام كثيره بزاف وما كيداواش، يعني الواحد كيقدر يداوي غير في ديك المرحله ديال ملي كتكون الازمه، ولكن من بعد ملي كتفوت راه كيبقى في الجسد بحالو بحال اي فيروس. كاين الليباتيت اللي كدوز، يعني كاع الامراض ديال التهاب الكبد، سواء الليباتيت بي او سي اللي كيقدروا يدوزوا على حسب العلاقه الجنسيه. وكاين الفيروس اخر اللي هو معروف خاصه في سرطان عنق الرحم، بحال اللي كنقولوا فم الوالده، لو كول ديال لوتيروس، اللي هو لاش بي في. هاد لاش بي في كيعطي بحال شكل ديال التولال كاين في المنطقه الجنسيه. بابيلوما فيروس كيعطي بحال واحد النوع ديال، المهم كيكونوا بحال تولالات شويه قهويين كحلين في هذيك المنطقه الجنسيه، وهذاك عند المراه كيقدر يكون بالاسباب اللي كتعطينا السرطان ديال عنق الرحم. احنا ملي كنتكلموا على هذا الموضوع، هاد الامراض المنقوله جنسيا، واش هي حالات كثيره؟ انت اشتغلتي في القطاع ديال الصحه العموميه
الحكومية لسنوات طويلة، واش كان اليوم في القطاع الخاص واش كاين حالات كثيرة؟ أولا كاين حالات كثيرة شائعة. لا هي إصابة شائعة وشائعة في العالم وشائعة في المغرب وشائعة في جميع البلدان. وكاين يعني في الإطار ديال إطار القطاع العام كاين واحد يعني بروغرام، كاين واحد البرنامج اللي هو خاص بالأمراض المتنقلة جنسيا، بحيث دابا حاليا كاين تيست كيتسمى تيست رابيد، يعني كاين كيفاش واحد التحليله، واحد التحليله بالزربه كدار في ديك اللحظه في اي سبيطار تقريبا كاينه ديالت باش كنعرفوا واش كاين سيدا او ما كاينش. هذه من بين الحوايج بشكل أنونيم. اليوم كنقلب على الكلمات شوية يعني بلا ما نعرفوا السمية ديال الشخص بطريقة سرية، يعني ما كيتعرفش الاسم وما ما كيتخادوش هاد الأمور، ولكن إلا كانت إيجابية كيخصنا نهضروا مع هذاك الشخص، دونك كيرجع باش ياخد النتيجة. مني كياخد النتيجة ديك الساعة كيولي التوجيه ربما باش يعاود تحليل أخرى وباش يستمر في هذا. هذه من يعني من بين الحوايج اللي مهمة خصنا نعرفوا أن كاين برنامج وكاين في القطاع العام وكاين يعني كاين بحال غنقول لك واحد الملف اللي كيكون خاص بالناس اللي كيقدروا يجيو بهذه الاشكال ديال التعفنات المتنقله جنسيا. وكاين ادويه اللي كتعطى بواحد الطريقه يعني مضبوطه، كان هاد الدواء غادي نعطيوه بهل هاد الحاله، هاد الدواء هاد انواع الحالات غنداويوهم هكا. وهذه كانت من بين الحوايج اللي عطات فائده كبيره، لان منها كنهضروا على الموضوع كاين فيها توعيه، منها ملي كيكون الواحد عنده شي مشكل كيعرف باللي راه كاين هذا البرنامج، ومنها كاين العلاج، يعني كاين واحد العدد الامور عطات نتيجه مزيانه. شنو اللي خاصنا نعرفوا وحنا كنتكلموا على هذا الموضوع دكتوره فدوى؟ حالات عشتيها وعالجتيها وتبعتي مع، شنو اللي خاصنا نعرفوا؟ خاصنا نعرفوا باللي اول حاجه ماشي ديما كتكون اعراض، هذه بعدا من الحوايج اللي مهم الناس تعرفها. علاش بزاف ديال الناس كيقول لك لا وانا مثلا كنخرج مع هذيك البنت بعد ما بين فيها والو، راه ما كاينش حاجه كتبان، راه ما مكتوباش في الجبهه، راه ما مكتوبه شيء، ما يقدر ما يكون بين حتى شي عرض على الشخص، يعني تقول له واش انت كتحس بشي حاجه، يقول لك لا انا ما كنحس بوالو. دونك بعض المرات ما كتكون حتى شي يعني عرض، يعني هي كنقولوا بحال دوك الامراض النائمه ولا ساكته، يعني ما كتعطيش اعراض ولكن راه كتعادي. هذه من جهه، من جهه اخرى كتكون اعراض بعض المرات. هذيك الاعراض في الغالب مثلا عند المراه باش يعرفوا العيالات من اي شيء تخوفوا كتكون افرازات غير طبيعيه، هذه اول حاجه خصها تثير الانتباه ديال المراه، افرازات غير طبيعيه. كل مراه كتعرف شويه الافرازات الطبيعيه اللي عندها، مني ديك الافرازات كتبدل، يا كيتبدل اللون ديالها، يا كتبدل الكميه ديالها، يا كتبدل الرائحه ديالها، يا كيتبدلوا بثلاثه، يا كيتزاد معاها مثلا حكه او شي حاجه اخرى. خصها تسول راسها تقول شنو هو المشكل. هي في الغالب الحكه كتكون عندها اكثر علاقه بواحد النوع ديال الفطريات اللي ما كتخوفناش، اللي هي الكونديدا، واللي في الغالب كتعالج بسهوله وما كنعتبروهاش من بين الامراض المتنقله جنسيا. ولكن مني كتبدل المهم الواحد خصو يفكر انه يدوز من يشوف باللي شي حاجه ماشي طبيعيه. كاينه حاجه اخرى اللي عند الرجال حتى هي مهم يعرفوها. انا بغيت غير نسولك عاد نوصلوا للرجال، ملي كنهضروا على هذه الافرازات المهبليه عند المراه دكتوره فدوى السعداني، شنو هو اللي عادي؟ اللي عادي انه تكون افرازات في اش من فتره؟ هي الافرازات الدوره الشهريه، تكون في كل فتره في الدوره الشهريه، غير هي كتكون قليله. اولا كتكون ما فيهاش رائحه خبيثه، يعني كتكون واحد الرائحه معروفه اللي ماشي خايبه. كتكون اللون ديالها في الغالب بين الابيض وميله شويه البلونكاسي، حنا غادي نقولوا بعض المرات كتكون شفافه، بحيث في المرحله اللي ما قبل الاباضه كتكون اللي كنسميوها لا غليغ سيرفيكال، هي واحد الماده اللي كتفرز من عنق الرحم، وهذيك كتكون بالعكس كتساعد على ان يقدر يكون حمل. كتكون شفافه في المرحله اللي قبل من الاباضه، وكتولي شويه بيضاء وقاسحه اكثر ملي كتفوت هذيك المرحله. اذا الى اللون شنو مال؟ الى اللون مال الخضوره، الى اللون ولا صفر بزاف، الى اللون ولا غادي البني ملي كيتبدل اللون بهذا الشكل، هذه حاجه الاولى. من بين الروائح اللي كتقدر تولي تقدر تكون ريحه الحوت مجهده، كتقدر تكون روائح، المهم المراه ما كتعرف بلي هذيك الريحه ماشي طبيعيه، والكثره وحتى الشكل ديال هذيك الافرازات. بعض المرات كتولي بحال الا كيفاش غادي نقول، بحال فيها البواوق، بحال ماشي في حالتها الطبيعيه. المهم غير شي تغيير في الافرازات بطريقه مستمره خص المراه تفكر. هذا
نقطة. دابا شرحنا الإفرازات نوصلوا للراجل باش ناخذوا مكالمات المستمع. بالنسبة للراجل حتى هو كيقدر تكون عنده إفرازات يا على شكل قيح، يا تقدر تكون حرك البولة مجهدة في واحد النوع كنسميوه لا شوت بيس. بالنسبة لواحد النوع ديال المرض كيكون عنده واحد حرك البولة أثناء التبول كاين ألم، أثناء التبول كيكون ألم كثيرة، وكاين رجال اللي كيجيو بهاد المشكل كيجي كيقول لك عندي مشكل ديال حرك البولة، هنا خصنا نسولوا راسنا. السيدات اللي كيكون عندهم حرك البولة ماشي ديما غادي يكون عنده علاقة بأمراض جنسية، ولكن يقدر يكون ولكن ماشي ديما، في أغلبية الوقت ما كيكون شيء. حالة أخرى أخيرا نقولها هو إلا كانت آلام في البطن في الحوض، يعني في البطن الصغير بحال كنقولوا حنا هذا. المهم أن مني كتكون ديك الآلام سواء عند الرجل أو عند المرأة راه تقدر تكون معنيتها باللي هذيك التعفنات راه طلعات للرحيم وطلعات ربما حتى لزوفير، يعني طلعات لتخوم، طلعات الأنابيب فالوب، يعني ربما غدا وكتوسع كتكبر هذيك. إلا كانت آلام مع الإفرازات هنا نبداو نتخوفوا، بعد ما تكا كيولي تقدر تعطي سخانه، تقدر تعطي مشكل. شكون اللي كيتصاب بهاد الامراض المنقوله جنسيا في الحالات اللي كتعينوا؟ كل شيء نساء رجال شباب ناس كبار، يكفي انهم تكون عندهم علاقه جنسيه مع شي شخص اللي هو حامل المرض اللي كيتنقل جنسيا. واش تقدر المراه تحمل وتولد وهي عندها مرض جنسي وهي ما عارفاش؟ تقدر تحمل وتولد ويكون عندها مرض جنسي وهي ما عارفاش. كاين امراض اللي حنا كان يعني حتى في القطاع العام او في القطاع الخاص بطريقه يعني غادي نقول كل شيء كيدير ديك التحليله، خاصه مرض الزهري باش كنعرفوا واش كاينه لا سيفيليس ولا ما كايناش. في القطاع الخاص كنزيدوا امراض اخرى، ولكن المهم ان كاين كنديروا تحاليل باش نعرفوا هذيك المراه شنو عندها، ولكن ممكن انها تكون حامله لذاك المرض وما تكونش حاسه به. واللي هو اخطر من هذا هو ان كاين امراض اللي كتنقل من الام للجنين، يا في الوقت ديال الحماله يا في الوقت ديال الولاده، بما فيهم الفيروس ديال السيده انه كيتنقل من الام للجنين ديالها. يعني ماشي شي حاجه اللي هي غادي نستخفوا بها. ومن غير داء السيدة واش كاين أمراض جنسية أخرى اللي تقدر تنقلها للأم للطفل ديالها؟ كاين أمراض أخرى اللي كتقدر تنقل واللي كتقدر تعطي دي مالفورماسيون، كتعطينا التشوهات، كتعطينا حالات ديال الإجهاض، كتعطينا حالات اللي خيبة. يعني أن خاص الواحد يعرف باللي أي مرض جنسي متنقل جنسيا كيخصو يتعالج من الافضل قبل ما تكون الحمل. غادي ناخذ مكالمات مستمعاتنا، وحنا عملنا هذا البرنامج للتوعيه. الا كان عندك شك، الا كان عندك عرض من الاعراض اللي تكلمت عليها الدكتوره فدوى، الا كنتي عالجتي ولكن خفتي يكون مازال رجع المرض، وايضا كيفاش اليوم المراه كتواجه هاد الحاله ديال التعفن في العلاقه الزوجيه ديالها، الا راجلك ما بغاش يمشي للطبيب، ما بغاش يمشي يدير تحليله، ما بغاش يمشي ياخذ دواء، وهذه حالات كثيره اللي سمعناها. غادي ناخذ غيتا معنا من الدار البيضاء، معنا كذلك رشيده من اسفي. اهلا غيتا. السلام. السلام عليكم غيتا. بخير لاباس، الله يبارك فيك، مرحبا بك معنا على راديو اصوات. غيتا شنو سؤالك؟ الله يبارك فيك الدكتوره فدوى. الدكتوره من كنت حامله بنتي كان كيكب عليا واحد النفي الريحه، ومني قلتها للطبيبه ديالتي قلبتني وعطاتني واحد الدواء تبعته، ولكن فاتني من بعد بقى ولدت بنتي وبقى كيكب عليا مره وبقيت كنمشي للصيدليه كنعاود الطبيب كيعطيني الدواء. دابا مره كنديرو كيتقطع كنرجع نحيد الدواء الثاني كيرجع ثاني يجي كيعاود يرجع لك في كل مره. كنمشي على الطبيب كي كندير يعطيني دابا الدواء نتبعو 3 ايام ولا 4 ايام ولا كاع 5 ايام كنقطع صافي كينقعد زعما شي سيمانه ولا جوجات كيرجع عاوتاني يكب عليا نفس. ما عمر الطبيب ما طلب من عندك ديري تحاليل ديال هذاك الماء؟ لا ما عمرني. او تحاليل ديال الدم؟ لا هي قالت لي يمكن انه يكون غير ميكروب من الحمام ولا بحال ما وهو ملي كتكون شي حاجه في اول مره كنقدروا نعالجوها على انها ماشي مرض اللي هو متنقل جنسيا، ولكن مادام هذا الشيء كيتكرر في كل مره انا كنظن بلي هذه المره ما تبقيش تمشي غير عند الصيدلي وتاخذي الدواء بلا ما تعرفي شنو اللي عندك. سيري عاودي رجعي للطبيب قول له بلي هذه الحاله كتكرر من مده، باش هكا كيطلب لك واحد النوع ديال التحليله ديال البكتيريات اللي كتكون في المهبل، هكا كنعرفوا بالضبط اشنو هو النوع المرض اللي عندك، ويقدر يطلب لك حتى تحليلات ديال الدم في بعض الحالات. ملي غادي يشخصوا بالضبط النوع ديال البكتيريا اللي عندك والدواء اللي غادي يخصها غيعرفوا واش متنقل جنسيا واش تراجلك خصو يعالج، لان تقدري انت تعادي ويعادي كنت تعادي ويعادي وداكشي ما يتقاداش، ولا واش النوع اللي ما كيتنقلش للزوج ديالك واللي خصك غير انت بوحدك اللي تعالجي. يعني باش ما كان رجعي عند الطبيب، واللي مهم بزاف دي معاك كاع داك الدويات اللي شربتي حتى لدابا، غتقول له انا راني مثلا هذه مده عام
او عامين وانا كنعاني من هذا المشكل، راه كل مره كيرجع باش ما يعطيكش غير الدواء، يفوت المرحله ديال الدواء ويشوف معك التحاليل. يلا توكل على الله غيتا وسير هادشي سبقو ما تخليه شي يعني يفوت عليه الامد. غنمشي والاسفي معنا رشيده، اهلا بك. الو السلام عليكم رشيده. وعليكم السلام، كي دايره لاباس عليك؟ مرحبا بك معنا في حديث مغزل على راديو اصوات. تحيه ليك والدكتوره. عرفت انا بغيت نسول، انا عندي افرازات ياك، وافرازات شويه كما قالت كيكونوا بعض المرات كيكونوا بيضين ياك، حاترين شي شويه، وبعض المرات يكونوا بيضين، بعض المرات يصفر اللون ديالهم وشويه فيهم الريحه بحال ما عرفتش صفر شي شويه وهذا. المشكله دابا انا تقريبا كما قالت كما كنت حامله، فاش كنت حامله دابا ولدي عنده تقريبا جاي العامين، وهذا المشكل ما حيت، مشيت عند الطبيب خديت الدواء، خديت الماء ديال هذا ديال الوضوء اللي كيتوضوا به، ومن بعد عاد رجع لي نفس المشكل. الراجل ديالك ما كيعاني من حتى شي مشكل؟ ما عندوش شي افرازات؟ ما عندوش شي سائل كيدوز ولا شي حاجه؟ لا انا يا مطلقه، ما عنديش الراجل. انت يا مطلقه، وغادي انا بالنسبه لي لا رشيده غتعاودي انت ترجعي عند الطبيب، لان ديما ديروا في بالكم افرازات راه ممكن ترجع، يقدر يكون ميكروب اللي هو يعني بسيط اللي يكون، ولكن راه تو يقدر يرجع، لان هذيك المنطقه ديال المهبل فيها واحد البكتيريات اللي خصها تكون متوازنه مع بعضياتك. هي عندنا بكتيريات عاديه ديالنا اللي خصها تكون، ولكن الا مثلا نقصات ولا الا كثرات هي براسها كتولي تعطينا نوع ديال الافرازات اللي ماشي طبيعيه. داكشي علاش غادي تعاودي ترجعي عند الطبيب، غادي تقول له المشكل ديال الافرازات، تمشي عنده من يكونوا الافرازات الخايبين ماشي من ما يكونوش، ومن الافضل انكم ديروا ديك التحليله ديال هذاك الماء اللي كيدوز منك، باش هكاك كتولي تعرفي نوع البكتيريا وكتعالجيها. هذه التحليله تدار في المختبر؟ كدار في المختبر. ولا ممكن السيده ديرها في البيت ديالها تمسح بشي حاجه وتدي لها الافرازات؟ لا نهائيا، لا لا كدار في المختبر، لانك يدخلوا واحد نوع ديال بحال قطن طويل، هذاك كوتونتيش بحال داك النوع، باش كنمشيو كناخذوا ديك الافرازات بقى هي في المهبل، لان الا خرجت من الجسد غادي تولي تدخل معها ميكروبات اخرين، يعني كتخاد من هذا وكدار بواحد الطريقه اللي هي علميه باش يدار تحليل بطريقه صحيه. تهلا في راسك، تحيه لكم باسفي، غادي ناخذوا جميله من فاس. صباحك سعيد على راديو اصوات. عليكم السلام. لا سناء، لاباس عليك جميله، الله يبارك فيك. الحمد لله، بارك الله عليكم، شكرا على البرنامج. مرحبا، على راسنا وعينينا. تفضل، حنا في الخدمه. شنو السؤال؟ الله يخليك، انا كنوقع الافرازات. ونقطع الخط. يا ريت جميله تعاود تصل بينا. غادي ناخذ زينب اللي معنا من اكادير. اهلا بك زينب. السلام عليكم. لاباس عليك؟ وعليكم السلام. لاباس الحمد لله. كيدايره الدكتوره ديالنا؟ لاباس عليها الحمد لله، بارك الله فيك زينب. الله يكبر بيك، شكرا. عافاك بغيت نسولك، دابا انا حامله في الشهر الرابع ياك، ودابا لاحظت عندي واحد الحبيبات في الفتحه ديال المهبل ديالي، بحال الشكل ديال لي زاسك اللي كيكونوا في اللي كيكونوا في الفم. اييه بحال هكاك. بحال لي زافت. ما كاينينش عندك في الفم ديالك؟ انا ما عنديش، غير لتحت بقى، وكنقلب هكا كنلقاهم كثار، يعني بداو كيكثروا بحال بداو هكا كيكونوا اربعه خمسه. فهمتي؟ فهمت فهمت. زينب شنو غنقول لك؟ غادي خص ضروري تمشي تشوفي الطبيب ديالك، لان الا كانوا لي زافت في هذيك المنطقه كنشكوا في واحد النوع ديال المرض اللي ما عندوش علاقه بالامراض المتنقله جنسيا، هو مرض ديال الطب الباطني اللي كنسميوه مرض بهجت، لا مالادي دو بيسات، هي اللي كتعطينا بعض المرات هكذا لي زافت اللي كيكونوا في المنطقه الجنسيه وكيكونوا في الفم، وكتكون اعراض اخرى بحال التهابات في المفاصل الى اخره. انا كنصحك باش انك تشوفي الطبيب، يعني دابا اش غادي نقول لك؟ سيري عند الطبيب ديال الطب ديال النساء او طبيبه ديال النساء ديالك، باش تشوف بعدا هي هاد لي زافت اللي كتهضري عليهم، لان دابا يقدروا يكونوا لي زافت، يقدروا يكونوا حاجه اخرى. اللي غادي تقدر دير التشخيص هي الطبيبه اللي غتشوف بعينيها، غادي كانوا لي زافت غتوجهك في واحد الشكل، كانوا ماشي لي زافت كانت مثلا تقرحات، لان حتى هي تقدر تصحاب لنا راه لي زافت مثلا لي خباس اللي كنت كنهضر عليه قبيله، كيكون في الاول بحال نبيلات ولكن من بعد كيطرطقوا وكيوليو بحال تقرحات، كيقدر تكون حوايج اخرى اللي تعطينا تقرحات. داكشي علاش انا كنصحك زينب تمشي عند الطبيبه ديالك او الطبيب ديالك المختص، وهو بالشوفه غادي يقدر يفرق بين واحد العدد ديال الامور، وغادي يقدر يوجهك شنو هما النوع ديال التحليلات اللي غديري، شنو النوع ديال الطبيب اللي غتبعي عنده، واش هو مشكل تعفني او لا واش هو مشكل اخر اللي يقدر يكون عنده اكثر علاقه بالمناعه الداخليه. ويعني هادشي ديروه هاد الاسبوع، تحاول ديروه اليوم قبل غدا. زينب سيري ما حدهم كاينين، لان بعض المرات راه كيمشيو ومني غيمشيو غادي تبغي تقولي للطبيب راه هكذا ولا هكذا، غيقول لك واخا حتى نعاون نشوفهم، لان واخا
غتقولي مثلا لي زافت ماشي بالضروره هو يشوفهم باللي راهم افت. انا كنصحك انك تمشي ما حدهم كاينين غير بادري بهادشي وان شاء الله يكون الخير. صافي الله يفكك على خير زينب من اكادير وان شاء الله تمشي تشوف وترد علينا الخبر والله يكون خير. حنا غادي نوصلوا معكم دائما ومعك دكتوره فدوى السعداني من بعد الفاصل. تابعونا في حديث ومغزل على راديو اصوات. غادي نشوفوا سي بوطيب اللي كيتصل بينا مستمع من مستمعينا اللي بغى يطرح لك سؤال دكتوره فدوى. السلام عليكم سي بوطيب من ميسور. السلام عليكم. اهلا بك مرحبا بك. الله يعطيك الخير الله يبارك فيك اختي. تفضل شنو السؤال ديالك؟ قلت صاحبتي كما قالت هذيك السيده حيت كنت عندنا دابا وليدات من هذيك 4 سنين. اييه ما كانش عندنا المشكل قبل ولكن من تما لهنايا كنوقع عليها هذيك القضيه القضيه زعما. وكنعطيها الطبيب شي واحد الكينات ديال 300 درهم كنت شريت لها جوج هي وخمس ايام وباقي وهكذاك باقي. باقي دابا لحد الان عندها الافرازات. دابا لحد الان عندها الافرازات. اها المشكله مشكله وقاش كتقدر تمارس هذاك الشغل. المهم ما ساهلش وقاش كتقدر حيت كتعلم كتضر بزاف. يعني ما بقاتش عندكم علاقه جنسيه ما بقاتش عندكم حياه زوجيه. يعني ملي كتكون كيكون فيها الم كضرها الكرش ديالها الزوجه ديالك كضرها كرشها ولات كل خطره تخرج كل خطره. المهم شي 5 مرات ولا 6 حتى 10. وكنظن بلي غادي خصكم تعاودوا تدوزوا سي بوطيب ومن الافضل انكم دوزوا بجوج. انت يا ما عندك لا افرازات لا حريق البوله لا حتى شي حاجه؟ لا لا لا, 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 لا. يعني ان هنايا خاصكم تمشيو بجوجكم عند الطبيب باش غادي يعاود يطلب غادي يطلب الطبيب ديالك غادي يشوف الزوجه ديالك الطبيب او طبيبه اللي هي مختصه في امراض النساء غادي في الغالب تطلب لها تحاليل وتقدر تطلب لك حتى انت هي تحاليل وتقدر حتى انت تدوز لك وتقدر تشوفكم بجوج تشوفوا هذه الحاله هذه واش هي عندها علاقه بشي مرض اللي كيتنقل ربما بيناتكم او لا واش هو مرض اللي غير كاين غير عندها وانت هي ما كاين شيء عندك. انت ما عمرك دوزتي سي بوطيب؟ نعم. انت ما عمرك دوزتي؟ لا لا حيت هو كنت دوز في المره الاولى قال لها ما عنده والو غير هي اللي كانت عندها المشكله. فهمت. اذا هنايا راه ربما راه بعض المرات كاين امراض اللي كترجع كاين اللي حتى كتداوى وكترجع وكاينه اللي كتكون بحال اللي كنقولوا مقاومه للدواء. يعني ان الا ما دارتش تحليله باش نعرفوا اش من نوع ديال الدواء اللي غيقضي فيها كنقدروا نعطيو الدواء وما يعطي حتى شي نتيجه. داكشي علاش انا كنصحكم كاع اللي عنده افرازات كتكرر مره وجوج وثلاثه ما يبقاش غير يمشي وياخذ نفس الدواء من عند الفرماسيان. مره على مره داك الدواء ما كيبقاش يقضي. داكشي علاش الواحد خاصو يمشي يدير التحاليل يمشي عند الطبيب ويطلب منه التحاليل يقول له بغيت عافاك التحليله ديال هاد الماده اللي كتخرج هاد الماء اللي كيخرج باش نعرفوا اش من نوع ديال البكتيريوم ونعرفوا نعالجوها. يلا تهلا فيك وفي الصحه وتهلا في الزوجه ديالك وتفهمها سي بوطيب لان راه بصح كتقدر تكون الام ملي كيكون هكذاك تعفون الا كان قيس الرحيم ولا شي حاجه راه كتقدر تكون الام وحتى المهبل كيكون ملتهب وما كتكونش سهله انها تكون العلاقه الجنسيه ولكن ما توقفوش في هذا الحد. ناخذ ناديه من المحمديه. صباحك سعيد مرحبا بك معنا على راديو اصوات. ناديه اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والسلام كنشكر الدكتوره ديانا تاعي كنسلم عليها بزاف. الله يبارك فيك. لا لا اختك دكتوره الله يخليك. انا بغيت نسولك عندي مشكل دابا في المهبل ديالي كيدوزو مني افرازات كثيره بزاف. وهذا المشكل ما كانش عندي لاني كنت كنستعمل لا بيلول ملي عملت ستيريلي ولا عندي هذا المشكل سيرتو ابخي لي ريغل. دوزت عند الطبيبه مرات كثيره ودائما كتقول لي راه كتعطيني تخيطمون وداك الشيء ورغم ذلك كيرجع نفس المشكل. وهذوك الله يخليك وهاد الافرازات اللي كينزلوا مني بعد ما كيسردوا لي الكيروت بزاف حتى كنولي بحال حاجه دايره في بيبي يعني ما تيكونش ناشف داك الشيء. كنظن هاد الافرازات ما فيها لا ريحه لا والو ياك؟ كتكون زفره شويه زفره ولكن ما تكونش يعني هكا شويه حخايه. حيت راه يقدر تكون افرازات طبيعيه ملي تولي افرازات اللي هكذا فيها غير الكثره ولكن ربما ما فيهاش لون مختلف ما فيهاش ريحه مختلفه وخاصه هذا النوع اللي كتقولي داير بحال الماء يعني يقدر يكون ماشي ميكروب يقدر يكون ماشي مشكل يقدر يكون غير مجرد بحال واحد رده الفعل ديال المهبل ديالك انك يولي يفرز بكثره هذاك بحال الماء. ولكن انا في رايي يمكن راه ماشي ميكروب يمكن ما عندك شيء علاش تبقي تعالجي كل مره.
ولكن انا المشكل ديالي دكتوره هو انه كينزل بعد مرات من بعد العاده الشهريه تينزل ليا من في بحال شويه ديال اللون ديالو بحال فيه الدم بحال احمر شويه بحال هكا وتتقول لي الطبيبه عادي ربما يعني بحال الوالده ديالك تنقات هذا كيكون لان دابا ملي كديري اللولب اللي هو ستيريلي كتولي الدوره الدم بعد اولا الدوره الشهريه كطوال بزاف وثانيا انه يقدر تبقى واحد شويه ديال كنسميو بحال لي بوش دو سون كيبقى واحد شويه ديال الدم كاين في الوالده اللي كيبدا ينزل بشويه بشويه في هذاك اليامات اللي مور الحيض هادشي ماشي شي حاجه اللي كنظن كتخوفك خاصه انك دوزتي لو كان ما كنتيش دوزتي عند طبيبك غنقول لك سيري دوزي باش تعرفي شنو كاين ولكن انا كنظن غير ما تعمريش راسك بهاد الافرازات بزاف في الغالب هي افرازات طبيعيه ما تمشي دير لا تحليله لا فحص لا والو لا من غير الا تبدلات الريحه او تبدل اللون وحسيتي بلي كاين شي تغيير كبير فيهم غادي نمشيو للمحمديه ناخذ مريم معنا من دار البيضاء دائما مباشره على راديو اصوات برنامج حديث ومغزل اهلا بك مريم فين راك يا مريم فين راك انا معك مرحبا 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 الحمد لله عفاك مريم حيدي الكيت وهضري معايا بالتليفون باش نسمعوك لانك برا وكاين الصداع دابا مزيان مازال الصداع مريم في انتظار تشوف معك مالك انه يرجع الصوت ديالك واضح عندي اسئله طبعا على الصفحه ديال فيسبوك سناء الزعيم اصوات غادي نشوفوا السؤال ديال الاخت عائشه عائشه كتسولنا على الابنه ديالها عندها المشكل ديال الافرازات وعملت تحليلات وطلعوا مزيانين ولكن باقي عندها هذا المشكل وكيضيقها بزاف ما قالتش لنا البنيه ديالها شحال في عمرها 18 عام 18 سنه غادي خصها تعاود التحاليل وتعاود الدواء الا كان لقاو باللي كاين ميكروبات بعض المرات كنوليو كنداويو شي حاجه اللي هي طبيعيه الشابه بين من يلاه كتقرب ترشد حتى يعني من سن البلوغ يقدر يبدا هذا الشيء قبل من سن البلوغ يعني انت مثلا تبلغ في 12 عام تقدر في 10 سنين تبدا هذه الافرازات الافرازات راها كتكون كثيره في الاول وتقدر تكون هذاك هو الكثره هذيك هي الكميه غنقولوا الطبيعيه ديالها عند هذيك الفتاه إلا كانت ملونة أو فيها الريحة كيف قلتي أو لا كانت قليلة وتزادت ولكن إلا ديما كثيرة ما تبقاش يعاود ديك الشابة تعمر راسها أكثر من القياس بعض المرات راه داك كثرة الأدوية كتخسر هذاك البيولوجيا الطبيعية اللي خصها تكون في هذاك المحيط اللي خصها تكون في المهبل لأن الدواء كيقتل الميكروبات اللي هي مزيانة لينا هذه من جهة من جهة أخرى خصها تعرف باللي بعض المرات كنحتاجوا نديروا واحد النوع ديال كنسميوه البروبيوتيك واحد النوع ديال بحال فطريات كنديروهم في الداخل أو لا ميكروبات حنا اللي كنديروهم على شكل دواء في المهبل باش يتقاد هذاك التوازن وهذه شي حاجه كيعرفوها الاطباء اللي هما مختصين وكيديروها ناخذوا مريم نتمنى يكون الصوت ديالها اوضح معنا على الخط من الدار البيضاء اهلا مريم تفضل شنو سؤالك السلام عليكم عليكم السلام بغيت نسول بالصوره انا ما عندي يعني خلاف على العائله كيهضروا دابا عندي افرازات لا والو عندي الحكه دوز بديت خاتمه نفس المشكل كنلقى لي الحكه او قصور يعني تحفظ الحكة مع الجلدة كتقشر هنايا شنو غادي نقول لك مريم كاين انك انا بالنسبه لي خصك دوزي لان هذيك الجلده اللي كتقشر تقدر تكون كتقشر من اثار الحكه ولكن تقدر تكون هي في حد ذاتها هي اللي عاطيك الحكه يعني شو معنيتها يقدر يكون مرض جلدي في ديك المنطقه ديال المهبل اللي هي كتعطيك الحكه ويقدر يكون العكس الحكه اللي كتعطيك التقشار اذا انا في الراي ديالي بحال هاد الحالات ما كنقدروش ننصحوا هكذا في عبر الهاتف ولا هذا ضروري الطبيب يشخص يعني يشوف بعينه باش يقدر يفرق بين واش هي حاله ديال مرض جلدي او لا حاله ديال مرض جنسي او مرض اللي غنقولوا مهبلي تاكدي من هذه النقطه دوزي عند طبيبه اختصاصيه وكنظن غادي ان شاء الله يكون خير على صفحه الفيسبوك كوثر كتسولنا واش وحنا كنتكلموا على هذه الامراض واش العلاقه الجنسيه ما بين الازواج والمراه حبلها في الشهر السادس خطر لا ما عمر ما كتكون العلاقة الجنسية بين الأزواج في وقت الحمل خطر إلا إلا كان مثلا هذيك المرأة مهددة بأنها تدير الله يحفظ أنها تفقد الحمل ديالها إلا كان مثلا فم الوالدة محلول بحال اللي كيقول لها الطبيب كيقول لها راه بدات كتحلك الوالدة كاين اللي كيديروا سيركلاج كيسدوا يعني داك فم الوالدة باش تستمر هذيك الحبالة أو إلا كانت المرأة كدير كتبدا تجيها بحال الوجعات ديال الولادة قبل من الوقت هاد الحالات أو كدوز بالدم
هاد الحالات كلها الطبيب راه هو اللي كيقول لها لالا حبسي العلاقات الجنسيه لان فيها خطوره على الطفل، ولكن من غير راه في اي مرحله ديال الحمل ممكن ان تكون العلاقات الجنسيه. حنان كتسولنا على الابنه ديالها عندها 5 سنين وكتلقى في الملابس الداخليه ديالها بحال دي بيرت، يعني افرازات، ما عرفتش واش طبيعي او لا. في الغالب كيكون طبيعي، كتكون غير مره اللي مهم هو ان تقلب البنيته ديالها، تاكد باللي ما كاينش شي حموريه، باللي ما كاينش شي طياب. الا كان طياب او كانت حموريه راه حتى البنيته الصغيره راه عندها حتى هي تقدر دير تعفنات طفيليه، يعني ديال الفطريه، تقدر تكون عندها، تقدر ميكروبات كدوز لها من جهه المخرج ديالها للقدام. وداك الشيء علاش انا غنصح جميع الامهات انهم ديما يجيو يوضوا البنيتات ديالهم او يعلموا لهم يتوضاو، ديما يتوضاو من القدام اللور، ما عمرهم ما يجيو من جهه المخرج لجهه القدام ديما. اهم النصائح ديالك حنا تكلمنا، ولو انه اليوم ما تكلمناش على التاثير ديال الامراض في العلاقه ما بين المراه والراجل، واش كيولي الشك، واش كتنعدم الثقه، واش هو كيولي كيشك فيها والمراه كتولي كتشك في الشريك ديالها، في الزوج ديالها. هذه كلها امور ما تطرقنا لهاش، ربما نرجعوا لها في حصه مقبله. ولكن شنو هي اهم نصائح دابا؟ أهم النصائح هو أن كل مرأة اللي ولات الإفرازات ديالها غير طبيعية، تبدلات يا في لونها يا في ريحتها يا في الكثرة ديالها يا ولا معها الدم يا ولات معها آلام، هذيك المرأة خصها أولا تدوز. إلا كتكرر كيخصها تدوز وربما دير تحاليل. ومن المهم أن الزوج ديالها حتى هو يدوز. علاش؟ لأن إلا كان مرض اللي هو متنقل جنسيا راه واخا هي غداوة هو غيبقى عنده وغادي يعاود يدوزوا لها وغتبقى هذه المرحلة كدور. والمشكل أن ماشي ديما غيكون عنده اعراض اللي هي باينه، يقدر يكون هو حامل المرض ولكن ما عندوش اعراض اللي هي باينه. حاجه اخرى هو ان احسن وسيله باش نحميو راسنا من الامراض اللي هي متنقله جنسيا هو ما امكن الوفاء في اطار العلاقه الزوجيه. هذه حاجه اللي هي واضحه، و كنهضروا كمان على استعمال العازل الطبي، لان حاليا كينساو الشبان، كينساو باللي كاينين هاد الامراض. يعني ما كنهضروا على علاقات جنسيه خارج اطار الزواج، كنهضر للاسف على هاد العلاقات ولو ان احنا ما بغيناهاش تكون، ولكن راها كاينه. وحنا خصنا نقولوا للشباب ما ينساوش باللي كاينه امراض تعفنيه، ما ينساوش باللي السيده كاين، ولكن ما ينساوش باللي في البرنامج ما كنغطيوش الشمس بالغربال. لا، حنا ما كنغطيوش الشمس بالغربال، حنا كنهضروا على الواقع اللي كاين والمسائل كاينه. فضروري التوعيه وضروري التحسيس. لا بد اننا سعاد كتسولنا الاخت ديالها جهاز الزهري وهي ما مزوجاش وما دارش شي علاقه جنسيه، غصها تقلب. واش ممكن يكون بشكل مختلف غير العلاقه الجنسيه؟ بالدم. الزهري كيقدر يدوز بالدم، يعني مثلا الا كانت استعملت شي حاجه غير معقمه. وهنا غادي نقول لكم كاملين اختاروا مزيان الصالونات اللي كتمشيو لهم، لان كيكون خاصه بالنسبه لهذيك الالات اللي كتستعمل الحاده اللي كتستعمل مثلا القاص بحال النتاف، بحال هذه كلها امور اللي يقدر الواحد يتجرح. مثلا غير ديك كنتسلف من عند صاحبتي نتاف، الا هي يلا نتفتح جبانها وتجرحات وكان الدم في هذيك اللحظه وحتى انا تجرحت، راه ربما تقدر تكون واحد الدوز ولو انها بواحد النسبه قليله، ولكن ممكن. وخاصه كاع المسائل اللي عندها علاقه بالاظافر، يعني ديما نردوا البال باللي البلاصه اللي كنمشي لها كصالون كهذا يكونوا مرة الاغلبيه الحمد لله كيعقموا المسائل ديالهم، من تاكد باللي راه كاين التعقيم، باللي كاين هذيك راه كنشوفوها لوتوكلاف كتكون محطوطه، كيكونوا كيحطوا فيها المسائل ديالهم باش كلها كتعقم. يعني نتاكدوا باللي راه هذيك الوسائل اللي كتستعمل راها نظيفه وراها نقية، ومن الافضل تكون عندي الالات الحاده ديالي. يعني ما نبداش نعطي مثلا هذه حاله الاله ديال الحسانه ديال فلان، نعطيه لفلانه الى اخره، مقص ديال الضفار، مقص اللي كنقطعوا به الجلود اللي كتكون في الجناب ديال الضفار، هذه كلها حوايج اللي هي خاصه بالشخص، ما خصوش يعطيها نهائيا لشخص اخر. يلا سؤال اخير فاطمه العالمي كتسولنا، هي متزوجه جديد، عروسه جديده من هذه شهرين، وما كتقدرش تقيم علاقه جنسيه مع الزوج ديالها لانها كتحس بالم شديد. مشاو عند طبيب لقات انه عندها افرازات مهبليه، لقات عندها جراثيم والتهاب، وعطاتها واحد البوماده كتعملها، ولكن باقي عندها الالم وما كتقدرش يعني تعيش حياتها بشكل طبيعي مع الزوج ديالها، في امس الحاجه للاجابه. كنظن باللي اولا هاد الالام تقدر تكون عندها علاقه بهاد الالتهابات، خصها اولا تبرا من الالتهابات، ربما تشوف تبدا تستعمل مواد اللي كتسهل العلاقه الجنسيه، دي لوبريفيون اللي كيسهلوا هذيك اللحظه ديال العلاقه الجنسية.
الجنسيه وتشوف الى الامور تحسنات هو هذاك، الى الامور ما تحسناتش خصها ترجع عند الطبيبه ديالها، لان هنا كاين امكانيات مختلفه اللي تقدر تشرح لنا هذا الالم، منها تعفونات ولكن حتى منها التشنج المهبلي اللي كنا هضرنا عليه. بعض المرات ما كيمنعش ان يكون العلاج ولكن كيكون علاج بصعوبه، بعض المرات حتى الحاله النفسيه اذا كانت هي ما عندهاش رغبه في العلاقه الجنسيه او تخوف كبير من العلاقه الجنسيه، بعض المرات الطريقه اللي كدوز بها العلاقه الجنسيه، يعني كاين عدد الامور اللي تقدر تعطينا هذا الالم تعاود ترجع عند الطبيبه ديالها وفي الغالب يكون خير. تبارك الله عليك دكتوره فدوى سعداني، شكرا لك. المراه واخا تكون ولدات ويعني طولات في الحياه الزوجيه، الا جاوا هاد الاعراض ضروري تمشي تضطر بحالها بنفسها معلوم ودير تحاليل. دير تحاليل من يطلبها الطبيب، لان الطبيب غادي يعرف الحاله اللي خصها التحاليل واللي ما خصهاش. كاين حالات بسيطه، كاين حالات كتطلب التحاليل، وإلا صدقات ان كانت شي حاجه اللي هي متنقله جنسيا، انا كنصح العيالات كاملين بواحد شويه ديال الرزانه وديال التريث، ونمشيو نتكلم مع الزوج ونقول له راه قال لك الطبيب خصك تجي حتى انت تدوز باش حتى هو يدوز. وإلا كانت حتى هو حامل وربما كان شك في عدم الوفاء ديالو، الواحد داك الساعه يلقى حل اللي يحمي الصحه من جهه واللي يحمي حتى الى امكن الحياه الزوجيه من الى كان ممكن ان تحمى، ولكن ضروري من حمايه الصحه. شكرا لك كثير دكتوره فدوى السعداني اللي بغيت تواصل معك. الصفحه ديالتي في الفيسبوك دكتور فدوى السعداني. الله يخلي لك، خليك على خير ويخلي لك الاسره الكريمه. اللهم امين يا ربي. يلا